وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير نائل جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. بعد التحية، يعني أصبحت مصر نموذجا عالميا في مجابهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، إلى أي مدى نجحت مصر في الحد من هذه الظاهرة؟ مصر حققت نجاحات أشاد بها الجميع بالنسبة للتعامل بموضوعية مع هذه الجريمة، سواء كان أنها أسست لجنة الوطنية التنسيقية التابعة لرئيس الوزراء اللي بتشرف على وضع التشريعات والدراسات والاستراتيجيات والخطط، أيضا عندنا قانون، أول قانون في منطقة الشرق الأوسط حول الهجرة غير الشرعية، بيعرف الجريمة ويضع العقوبات للمتاجرين بالبشر. أيضا غلظنا العقوبات سنة 22، عاملين صندوق للمهاجرين، وأيضا ربطنا زي ما قام مؤتمر روما أيضا بالربط ما بين الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. فمصر لها سياسة واضحة في هذا الخصوص، كنا حققنا نجاحات كبرى خصوصا في فترة ما قبل الكوفيد. الكوفيد الموضوعات برضو أثرت سلبا علينا سواء اقتصاديا وبالنسبة لفرص العمل، وأيضا موضوع الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها بالنسبة لأسعار الحبوب والغلاء، ولكن احنا مستمرين في طريقنا وفي مواكبة الموضوع. أضف إلى ذلك أن احنا كمان بنستضيف أخوة سودانيين غير 9 مليون أجنبي اللي عندنا، ومنهم 4 مليون سوداني، بنستضيف تقريبا 250,000 نتيجة للأوضاع والصراع السياسي في السودان. فكل دي أعباء بتقع على كاهل مصر، ولكن مستمرين أيضا في طريقنا بالنسبة لمواجهة المشكلة. أشكرك شكرا جزيلا السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.